الحمد لله الحمد لله. جزاكم الله خير. انت الحين شنو تقول على شغله هاي الاستجوابات مو قاعده تفرقنا؟ والله استجوابات تفرق المجتمع. سوي سنه وشيعه وحضر وبدو وناس تحقد على ناس. يعني ناس يعني بعضهم بعض. في ناس تنفر تنفث بالنار. اقطاب من الاسره يقومون في ضرب بعضهم بعض وهذا هو يمكن مو هم ترى يمكن ناس يوحون له يقول انهم كذي كنا ما ان شاء الله حزمه واحده شيخنا على الصباح على الصباح كلهم خير فيهم خير ناس طيب والله والنعم الشيخ حمد جابر العلي صراحه شخصيه حلوه خالد اي والله بعدين ابو الشيخ ياب العلي كان يعني حمد ما شاء الله كان يجي عند خواله هو كان يعني عباره يعني كان كبارية جدا خلوق انا طلعت الوالد كان يحبه والله ابو مداخلاته رده على ردوده كان يلتزم بالتوازن مؤدب يلتزم بالاخلاق ها وليس في الصراخ ولا هذا ما شاء الله عليه الصوت العالي مو دليل النجاح بس احنا اهل الكويت نحمد صح عدل شعب واحد بدو حضر سنه وشيعة كلنا ما في تفرقه ولا تحت قيادة أميرنا الشيخ نواف الأحمد مبارك صباح ولي عهدنا الشيخ مشعل رئيس وزرائنا الشيخ صباح الخالد اسمه أمتنا مرزوق على الاثنين الغالي بس نريد الهدوء صح نريد الحرب القائمة هذه بين الأقطاب بعضهم بعض صح أقطاب الأسرة ولا أقطاب ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريح تفضل سيدي من الأحزاب ولا شيء صح نريد الهدوء ونريد الإنجاز اي والله خير الكويت الكويت فيها خير اي أيوة والله اهلها زينين طيبين الحمد ها وايديهم برا ها صح. تشهد ها؟ ما نبي الناس تكره مجلس الامه وحنا خلنا نلتف حول الاسره اسره الصباح شكرا سيدي ان شاء الله ها شكرا سيدي جزاك الله خير ما قصرت الله يحفظك